غير بالنسبه لهذه القضيه هذه كنتمنى انا فيها الدفاع على مجموعه نتاع الضحايا اللي كيتراوح العدد ديالهم تقريبا 24 ضحيه، وهاد الضحايا كلهم كانوا منخرطين في الوداديه السكنيه تزكى، واللي تعرضوا لواحد المشكل بعد ما اداو واجبات الانخراط. هاد الواجبات الانخراط كتفاوت ما بين كل منخرط اللي الادنى ديالها هو 40,000 درهم والاقصى هي 110,000 درهم. هاد الناس هادو كيتوفروا على مجموعه نتاع الوصولات نتاع التحويل لهاد المبالغ في الحساب اللي كانت دايره للوداديه، وعندهم بطائق انخراط. إذن اخر عمليه نتاع التحويل توقفت في 2011. من 2011 هما كينتظروا المآل نتاع التحويلات. وشنو دارت هذه الوداديه؟ دخلتهم مجموعه من الشكوك من هنا يلجأ احد المنخرطين الى تقديم شكايه للسيد وكيل الملك بالابتدائيه نتاع تازا. السيد وكيل الملك اعطى التعليمات ديالو للضابطه القضائيه اي الشرطه القضائيه بتازا وشرعوا في البحث. الضابطه القضائيه اللي دارت البحث التمهيدي من بعد ما استجمعت واحد المجموعه من العناصر دائما تحت اشراف النيابه العامه تم القاء القبض على رئيس الوداديه وعلى امين المال وعلى الكتيبه. بعد تصفح لهذه الحسابات البنكيه تبين على انه الرصيد او الارصده غير متوفره بهذه الحسابات. عدد الضحايا اللي كاينين اللي وصلوا لحد 9 واللي استمعت لهم الضابطه القضائيه بعد واحد المجهود كبير وصلوا 291 ضحيه. هذه اللي مسجله بطريقه رسميه، مع العلم انه الناس ملي ساقت الخبر وخاصه المنخرطين بدات كتوافد على مركز الشرطه، واللي لا زالت لحد الساعه تتلقى الشكايات وتحرر محاضر في الموضوع. بعد استكمال هاد العناصر تم احاله او تقديم المشتبه بهم امام السيد وكيل الملك بابتدائية تازا، واللي عمل على الاستنطاق ديالهم شخصيا. السيد وكيل الملك عمل على استنطاقهم شخصيا واحالهم على السيد قاضي التحقيق بابتدائية تازا. الملف معروض على السيد قاضي التحقيق في انتظار اجراء استنطاق تفصيلي، ونحن ننتظر ما ستؤول اليه اجراءات التحقيق. الجلسه المدرجه بجلسه نتاع 14. إذن ما يمكن قوله في هذه القضيه هو انه مجموعه نتاع الضحايا لا زالت تتساءل عن مصير هذه الاموال، وكما قلت لكم اللي ربما تجاوزت واحد جوج المليار نتاع السنتيم كيتسائلوا واش هاد الناس مازال المصالح ديالهم محفوظه او لا اصبحت متضرره. نحن نقوم بجميع المجهودات قصد ايجاد حل على الاقل يحافظوا به على الاموال ديالهم اللي تسلمت لهاد الناس لهاد الوداديه، وكما قلت لكم اللي كيتوفروا على مجموعه نتاع الوصولات. سنعمل على ايجاد حل ربما سيحافظ جزئيا على هذه المظالم، ما غاديش يضيعوا في كلش وما غاديش ياخذوا كلش، ودائما في اطار القانون. ربما غادي يكون واحد جديد او لا واحد الجمع استثنائي اللي راه كاين مجموعه الاخوان اللي هما منخرطين كيجريو في هذا الاتجاه باش يطلبوا واحد الجمع استثنائي، وعلى الاقل يحاولوا يوفقوا او لا يلقوا واحد الحل اللي هو جذري في انتظار القرار النهائي الذي سيصدره القضاء. وشكرا.